هذه كانت فرصة جبارة. شفتي دكتور إبراهيم الرشدان يعني أور ستار هني بالصدري، وشفتي تافي which is not done anywhere else in Kuwait so far. بس هني إيه. واحد من عيوب التخصص انهم 4-5 عمليات اللي راح تسوينهم، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني ان المرض الاكثر شيوعا اللي هو انسداد الشرايين، العمليات اللي نسويها 20% مو زراعه شرايين وال 80% كلها زراعه شرايين، فنجد ان كل يوم شغلي انا بس زراعه شرايين. فهذا واحد من عيوب التخصص ان العمليات تتكرر بشكل يومي. ولكن ردي انا على هذا ان كل مريض شرايينه غير، كل مريض انسداده مكان، كل مريض يجي معاه صعوباته مختلفه، فنوعا ما يسوي العمليه مختلفه. صبحك الله بالورد. خنروح نصعد فوق عند القسطره، خنشوف الشباب رادين من اجازات، نسوي لهم مشاكل. حالة اليوم في غرفة القسطرة أو الحالات هي حالات لاستبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة أو ما يسمى بالتافي TAVI. المرضى اللي وضعهم نوعا ما حرج وما يتحملون العملية يحولون لاستبدال صمامهم الأورطي عن طريق استعمال القسطرة وبدون استعمال الأسلوب الجراحي. خلنا نقول اليوم الدكتور إبراهيم الرشدان، دكتور خالد المري، بالإضافة إلى دكتور جديد، متعاونين لاستبدال الصمام الأورطي لإحدى المرضى هني في مستشفى الأمراض الصدرية. أمنا فرج is a medical student from Manchester. She's an honor student بعد. Really? مو بس إيه إيه. Yeah. Going to fourth year. ما شاء الله عليك. دكتور إبراهيم الرشدان. كم سنة دراستك هنا؟ 5 سنين. قلت سنة أدرس. لا. قلت سنتين. ما شاء الله. فهي قاعد تقول الحين إذا لقيتوا إن عندها significantly أو significant coronary artery. They will fix it as well. متى عيت تتحول الى سيرجري؟ كيس يعني تطلع من عندك تروح حق ما من دكتور إبراهيم ما تطلع. ما انا عارف. تحرجنا. ما يطلع من إبراهيم دكتور إبراهيم. هي بس عشان تصبح بوجه حلو يعني. مشكور. كثر نحتاج شريف؟ محتاج قد ايه؟ اقدر اروح اشوف مريض وارجع؟ خلاص؟ هذا الرابع. هذا كارديولوجي نساء. كارديك سيرجري نساء الحين. هلا. سلام ورحمة الله. لان احنا كشخة. هاي، السلام عليكم. تلقى المرضى يراجع طبيب عنده مثلا عنده عوار في عينه او عوار في راسه او اي شيء، فيروح حق الطبيب الف يقول له انا عندي هالشيء. الطبيب الف يعتقد ان هذه المشكله هي المشكله المعتاده، انزين، ويعطيه دواء الف. ما طاب شو يسوي؟ يروح حق طبيب باء يشتكي له نفس الشكوى. طبيب باء يقول اكيد هذا عنده الشكوى اللي هي الاولى. ما طاب يروح حق طبيب جيم يسففي. كل مرة انت رحت حق طبيب مختلف وابتديت العلاج من النقطة ألف. انت اذا ما طبت ترجع حق نفس الطبيب تقول له ترى دواك هذا ما طاب، يعطيك دواء ثاني مختلف. تروح ما طبت ترجع حق نفس الطبيب ثالث مرة، الحين نفس الطبيب هذا يقول لا اكيد المشكلة اعقد واصعب من الشيء الروتيني،
لابد من إجراء فحوصات دقيقة أكثر، لابد من أن أنا أفكر بشيء أكثر ندرة وغير الأشياء اللي موجودة بشكل يومي. فيبدأ الدكتور الحين الألارم ينطلق عنده أنه يعني ثلاث مرات ما طاب بالأدوية الروتينية، لابد أنه عنده مشكلة غير. إذا إحنا غيرنا الطبيب كل مرة الألارم عمره ما راح ينطلق عند الطبيب، لأن كل مرة أنت رايح زيارة واحدة حق هذا الطبيب. فتجد أن أنا دائماً أنتقد المرضى لما يسوون ما يسمى بدكتور شوبينج، يتسوق ما بين الأطباء، يروح عند ألف وباء وجيم ودال من غير ما يراجع نفس الطبيب أكثر من مرة على أساس أنه يجد المشكلة اللي يعاني منها. دكتور إبراهيم حبيبي، you make us look bad. ليش عمي؟ التيم يقول بس خلصت عيل انت ذاك اليوم طول اليوم تسوي اي بي ار هذا اللي بدله بس خلاص بساعه. قلت اي والله بدل. انا شايف ادري كان في عنده البيشنت انجليشن بالابدومن. اوكي واز ميكينج كانليتينج فيري ديفيكولت. اوكي فهمت الحين فهمت. اتس ا لونج كيس. ذس از ا لونج كيس. يا 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 ويرز. بس انا عجبتني سكسوكه البيضه. كفر شين والله يا دكتور. لا ديزاين عندي علينا اي ديزاين. اصبغه مشعره اسال ان شاء الله. صح. هلا محمد قلت ها؟ انا اسمي عبد الله. عبد الله العنزي. والنعم. حياك الله دكتور، هلا فيك. والله انا سعيد ان انت جيت صدري الصراحه. الله يخلي. لا شرف لي. لا الشباب يعني انا ما اي كانوت امفسايز هاو ماتش وي نيد مور كويتي دكتورز. الحمد لله الله يقدرنا ان شاء الله. ان شاء الله اخوي عبد الله شرف فيك. نور المكان الصراحه. الله يحفظك حياك الله. واحد من الاشياء اللي انا احبها في المستشفى الصدري ان متى ما يا دكتور جديد تبناه الاطباء القدامى، سواء كان هذا الموضوع في قسم القلب والقسطرة أو إذا كان هذا الموضوع في قسم جراحة القلب. متى ما يا دكتور بالرغم أن هذا الدكتور متدرب ولكن ما عمل على ما يسمى independently أو اللي هو بروحه، فنجد وقت التدريب دائما يكون في أحد فوقه أخبر منه يوجه القرارات مالته. المسيرة هذه تستكمل مكان ما يروح الطبيب المتخرج، وبعدين شوي 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 يبدأ يفرد جناحينه ويبدأ يطير بروحه. فهذا الشيء احنا دائما نطبقه هني. متى ما يانا طبيب جديد نشرف عليه في البداية، وبالتالي بعدين نعطيه حالات خطورة قليلة، خطورة متوسطة، خطورة عالية، متى ما صار عنده الخبرة أكبر وأكبر. إيه أسدتو كده. يلا let's go. تصور. أنا فخور إني أعمل في مستشفى الأمراض الصدرية، في مستشفى البيئة أو بيئة العمل اللي فيه كلها تحث على التعاون والعمل كيد واحدة للارتقاء بالرعاية الصحية اللي نقدمها لمرضانا.